الأخبار بلا سياسة نبدأها مع اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث حجز مكانه ضمن قائمة أفضل الرياضيين تسويقا في العالم، بينما جاء نجم كرة القدم ليونيل ميسي وبرشلونة أيضا في المرتبة الأولى وحصل على لقب أفضل رياضي في العام 2020. وذكر موقع سبورت برو الأمريكي قائمة أفضل 50 رياضيا في العالم من الناحية التسويقية، وجاء في المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي كل من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس وقائد الكريكت الهندي فيراد كوهل ولاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو.